خط المقدمة في هذه المباراة بالنسبة لبيتر مومارت. الغامدي يعيد كرة بالخطأ والكرة تصل مباشرة لمصلحة حسن العتيبي. أيضا من أبناء الأحياء هناك، التمريرة موجودة والتسديدة حاضرة والكرة تغير اتجاهها. وين؟ فيها رأي، فيها رأي. حياني سويلح العابد، كرات هلالية واصلة من جديد، انتظار وتسديد وتصطد وتعود هذه المرة لفريق أبها. مسكتي يتقدم مجددا ويلعب كرته وسريعة وذكية والفرج ومقطوعة مباشرة من المدافعين بالتحديد أحمد عثمان. ست لاعبين يحملون قمصان بيضاء داخل المنطقة، تحضير من أحدهم وتسديدة متعب زيد جاهز للتسديد، ممكن يسدد يسدد. ضاعت يا أبها. أمام الهلال انفراد، انفرادين أمام الهلال، ثم عليك أن تسعى. ممكن لسه ما كملت كلامي. المعاقبة، المعاقبة، السويلح يضرب داخل منطقة الجزاء. حضر لمسكتي يحول كرة عتيبي في الموعد، عتيبي في الموعد، حسن عتيبي. دقيقة مقدرة من البدل الضايع بالنسبة في ساعة ظافر أبو زندا. الآن تقدم علوي، ضاعت على أبها. مرور ناجح كان لكن ما قابلت مثلا علي العلياني.